السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم ومنصة البث المباشر، معاكم اسمها محمد إدارة المعصرة التعليمية. النهاردة إن شاء الله يا ولاد هنبدأ مع بعض مراجعة عامة على الترم الثاني، جزء منها مراجعة عامة والجزء الآخر هيكون مراجعة على العملي. تعالوا نبدأ مع بعض دلوقتي المراجعة العامة. عندي أول سؤال بيقول لي أكمل. رقم واحد، تؤثر قوة الاحتكاك في اتجاه معاكس لنقط. إحنا اتفقنا إن قوة الاحتكاك دي قوة تنشأ بين جسمين وتعمل في اتجاه في عكس اتجاه الحركة. يبقى هنا هنقول تؤثر قوة الاحتكاك في اتجاه معاكس ليه، طبعا اتجاه حركة الجسم أو اتجاه الحركة. رقم اتنين، تنقسم التربة إلى نقط ونقط ونقط. هنا عاوز عندي أنواع التربة. تنقسم التربة إلى 3 أنواع، اتفقنا إن هما اسمها تربة طينية ورملية وتربة صفراء. يبقى أنا عندي 3 أنواع من التربة، تربة طينية ورملية وصفراء. رقم 3، تسبح خلايا الدم في سائل أصفر يسمى نقط. برضو اتكلمنا عن خلايا الدم وقلنا إن الدم بيتكون من 4 مكونات رئيسية، وهي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الدموية، ودول بيسبحوا في سائل أصفر كان بيسمى البلازما. يبقى انا بقول هنا تسبح خلايا الدم في سائل اصفر يسمى البلازما. رقم 4، ينمو الارز بكفاءة في التربة نقط. احنا اتكلمنا كل نوع من انواع التربة بيناسبها نوع زراعة معين. طيب الارز هنا كان بينمو بكفاءة في اي نوع من انواع التربة؟ يا ترى الطينية ولا الرملية ولا الصفراء؟ طبعا هنا الأرز بينمو بكفاءة في التربة الطينية. رقم 5، بزيادة سرعة الجسم تزداد قوة نقط مع الهواء. بزيادة سرعة الجسم تزداد قوة نقط مع الهواء. يا ترى بتزداد قوة مين؟ طبعا قوة الاحتكاك مع الهواء. الجسم لما بيتحرك في الهواء فبينشأ بينه وبين الهواء قوة احتكاك بنسميها مقاومة الهواء. يبقى هنا بزيادة سرعة الجسم تزداد قوة الاحتكاك. رقم 6 بيقول لي التربة الصفراء نقط التماسك. التربة الصفراء طبعا هنا شديدة التماسك. الأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب تسمى، الأوعية الدموية اللي هتاخد الدم من القلب تسمى، طبعا بتسمى الشرايين. تهاجم خلايا الدم نقط الميكروبات التي تصيب الإنسان. إيه نوع الخلايا اللي بتهاجم الميكروبات اللي موجودة في الدم؟ طبعا خلايا الدم البيضاء أو كرات الدم البيضاء. تزداد قوة نقط بزيادة سطح الجسم المتحرك في الهواء. تزداد قوة نقط بزيادة سطح الجسم المتحرك في الهواء. طبعا تزداد قوة مين؟ قوة مقاومة الهواء. كل ما تكون مساحة السطح بتاعة الجسم اللي بيتحرك في الهواء كبيرة بتزداد مقاومة الهواء بتاعة الجسم. يبقى هنا بتزداد قوة مقاومة الهواء بزيادة سطح الجسم المتحرك في الهواء. سؤال آخر بيقول لي اكتب المصطلح العلمي قوة الاحتكاك بين الهواء والجسم المتحرك خلاله. قوة الاحتكاك بين الهواء والجسم المتحرك خلاله. الجسم لما بيتحرك في الهواء يا ولاد بيبقى بينشأ بينه وبين الهواء قوة اسمها، طبعا قوة احتكاك اسمها مقاومة الهواء. مقاومة الهواء. رقم 2، طبقة رقيقة مفككة تغطي سطح القشرة الأرضية. طبقة رقيقة مفككة تغطي سطح القشرة الأرضية. طبعا دي سميناها التربة. التربة هي كانت الطبقة الرقيقة المفككة العليا من القشرة الأرضية واللي كان بينمو فيها النبات.
رقم 3 التربة نقط، التربة التي تجود بها زراعة القطن، التربة التي تجود بها زراعة القطن، أي نوع من أنواع التربة هيجود فيها زراعة القطن؟ طبعا كانت التربة الطينية. رقم 4 الحجرتان السفليتان داخل القلب، الحجرتان السفليتان داخل القلب. احنا قلنا القلب بيتكون من الداخل من 4 حجرات، حجرتان علويتان ودول سميناهم الأذينان، اما الحجرتان السفليتان سميناهم البطينان. يبقى هنا الحجرتان السفليتان داخل القلب اسمهم البطينان. رقم 5 بقايا الكائنات الحية المتحللة الموجودة في التربة، دي سميناها ايه؟ بقايا الكائنات الحية المتحللة الموجودة في التربة سميناها طبعا الدبال، ودوت اللي مسؤول عن خصوبة التربة. ولو نراجع كده مع بعض قلنا ان هو بيقصر في التربة الصفراء، وبيكون متوسط في التربة الطينية، وبيبقى قليل جدا في التربة الرملية. يبقى بقايا الكائنات الحية المتحللة الموجودة في التربة دي سميناها الدبال. رقم 6 قوة تنشأ بين سطحين متلامسين وتؤثر عكس اتجاه الحركة. قوة هتنشأ بين سطحين متلامسين، السطحين لما يتلامسوا هينشأ بينهم قوة ايه؟ قوة احتكاك، والاحتكاك ده بيؤثر في عكس اتجاه الحركة. يبقى هنا القوة التي تنشأ بين سطحين متلامسين وتؤثر عكس اتجاه الحركة سميناها قوة الاحتكاك. رقم 7 سائل ينقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى جميع الأجزاء داخل جسم الإنسان. إيه السائل اللي ممكن يتحرك ويمشي كده في كل جسم الإنسان يا أولاد؟ وبينقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى جميع أجزاء جسم الإنسان؟ طبعاً هنا اسمه الدم. رقم 8 نوع من قوى الاحتكاك بينشأ عن حركة الجسم في الماء. قلنا أي جسم بيتحرك في الماء هينشأ بينه وبين الماء قوة احتكاك سميناها مقاومة الماء، زي مثلا حركة سفينة في الماء، حركة سمكة في الماء، الشخص وهو بيعوم في الماء برضه بينشأ بينه وبين الماء مقاومة الماء، وده نوع من أنواع الاحتكاك. سؤال آخر علل حركة السيارة تحتاج إلى الاحتكاك. حركة السيارة تحتاج إلى الاحتكاك. ليه حركة السيارة يا أولاد بتحتاج إلى الاحتكاك؟ طبعا هنا الاحتكاك كان بيساعد السيارة إزاي؟ كان بيساعد على انتظام حركة السيارة على الطريق، وكمان التحكم في سرعتها، أقدر أزود السرعة، أقدر أقلل السرعة، أقدر أوقف العربية بتاعتي أصلاً. كل دوت كان بيعتمد على مين؟ كان بيعتمد على الاحتكاك، وطبعاً باستخدام فرامل العربية. يبقى حركة السيارة هنا بتحتاج إلى الاحتكاك ليه؟ طبعاً لأن الاحتكاك هنا بيساعد على انتظام حركة السيارة والتحكم في سرعتها. سؤال آخر علل الحياة مستحيلة بدون الاحتكاك. الحياة مستحيلة بدون الاحتكاك، معنى كده ان الاحتكاك هنا يا ولاد ليه فوائد كتيرة. طب ايه هي كانت فوائد الاحتكاك عشان من غيرها الحياة هتبقى مستحيلة؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. قلنا من فوائد الاحتكاك التحكم في سرعة السيارة وايقافها، وكمان انتظام حركتها على الطريق، كمان الحماية من التزحلق على الارض. أنا إيه اللي بيثبتني ويخليني أقدر أمشي بانتظام على الطريق يا ولاد؟ طبعاً لأن الاحتكاك هنا بيحميني من التزحلق. طيب الإمساك بالأشياء برضو ده كان سببه الاحتكاك. إشعال عود الثقاب، عود الثقاب ما كانش هيشتعل إلا لما أعمل له احتكاك مع العلبة بتاعته. يبقى إذن هنا الاحتكاك يعني داخل في حياتنا كلها يا ولاد، ومن فوائده هقولها تاني التحكم في سرعة السيارة وإيقافها، وكمان انتظام حركتها على الطريق، وكمان الحماية من التزحلق على الأرض، والإمساك بالأشياء، وإشعال عود الثقاب. سؤال آخر علل يجب تناول الأطعمة الغذائية الغنية بعنصر الحديد. يجب تناول الأطعمة الغذائية الغنية
بعنصر الحديد. ليه المفروض عليا لما باكل يا ولاد الغذاء بتاعي يكون غني بعنصر الحديد؟ عنصر الحديد هنا بيقيني من ايه؟ طبعا احنا اخذنا ان عنصر الحديد ده مهم جدا عشان الوقاية من مرض فقر الدم او الانيميا. يبقى هنا الأطعمة بتاعتي لازم تكون غنية بعنصر الحديد. ليه؟ للوقاية من مرض فقر الدم او الانيميا. سؤال آخر بيقول لي علل، قد يصاب الإنسان بتصلب الشرايين. فاكرين مرض تصلب الشرايين ده يا ولاد؟ احنا قلنا الشرايين لما الإنسان بياكل كمية دهون كبيرة بتبتدي تتجمع داخل الشريان، ولما تتجمع داخل الشريان هتعوق حركة الدم، فده يسمى بمرض تصلب الشرايين. فهنا بعض الناس يا ولاد بيجي لها مرض تصلب الشرايين. ليه بقى؟ سببه ايه؟ تعالوا كده مع بعض هنقول بسبب تراكم الدهون على الجدران الداخلية للشرايين. بسبب تراكم الدهون على الجدران الداخلية للشرايين، عشان كده لازم نقلل من أكل الدهون يا أولاد عشان ما تتراكمش داخل الشرايين من الجدران الداخلية للشرايين، وبالتالي تعوق حركة الدم فيحدث مرض تصلب الشرايين. سؤال آخر بيقول لي، لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية. طب تعالوا نراجع مع بعض، إيه هي المواد الإخراجية أصلاً؟ المواد الإخراجية اتفقنا إن الجسم هو اللي هينتجها. طيب يا ترى البراز ده الجسم هو اللي أنتجه؟ طبعاً لا، الجسم ما أنتجهوش. يبقى هنا بيقول لي ليه بقى لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية؟ هقول له كده، لأن هنا البراز ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بقايا طعام غير مهضوم، ولا ينتج عن عملية هدم الطعام داخل الخلايا، فعشان كده أنا ما بعتبرهوش من المواد الإخراجية، يعني الجسم مش هو اللي أنتجه، ده بقايا طعام غير مهضوم، وهنا دي ما نتجتش عن عملية هدم الطعام، فبالتالي لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية. بيقول لي علل، ديدان التربة تقوم بدور مهم للتربة. اتكلمنا عن ديدان الأرض أو ديدان التربة يا ولاد، ليها دور مهم جدا للتربة. كانت بتعمل إيه ديدان الأرض أو ديدان التربة يا ولاد؟ كانت بتعمل أنفاق. الأنفاق دي بتسهل إيه؟ لما يجي المزارع يبتدي يروي الأرض ويرش المغذيات بتاعته على الأرض، الأنفاق دي بتسهل مرور الماء والمغذيات إلى التربة بمنتهى السهولة. فبكده ديدان الأرض أو ديدان التربة ليها فعلا دور مهم للتربة. تعالوا كده نشوف الإجابة مع بعض. هقول كده، لأنها تحفر أنفاقا في التربة تسمح بمرور الهواء والماء والمغذيات خلال التربة، وكمان هتسهل من نمو الجذور. يبقى هي بتساعد كمان الجذور ان هي تنمو وان هي تتغلغل في حبيبات التربه برضو بمنتهى السهوله. يبقى ديدان الارض او ديدان التربه تقوم بدور مهم للتربه. ليه؟ هقوله لانها تحفر انفاقا في التربه تسمح بمرور الهواء والماء والمغذيات خلال التربه وتسهل من نمو الجذور. سؤال آخر علل، يجب شرب كميات كافية من الماء. ليه المفروض يا أولاد إن أنا أشرب كمية كافية من الماء؟ طبعا هنا الماء مهم جدا ومفيد للكليتين، مفيد للجسم كله وبالتالي برضو بالأخص الكليتين. إحنا اتفقنا إن الكليتين دول كجزء من الجهاز البولي والجهاز الإخراجي، وهي مهم عضو مهم جدا يا أولاد، وأهم عضو عندي في الجهاز البولي، لأن هي اللي هتخلص الدم من البولينة وحمض البولين. فبالتالي شرب المياه بكمية كافية هيعمل على الحفاظ على صحة الكليتين. يبقى للحفاظ على صحة الكليتين. سؤال معايا تاني بيقول لي، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، تقوم نقط بتثبيت النبات في التربة. تقوم نقط بتثبيت النبات في التربة. مين اللي كان بيثبت النبات في التربة يا ولاد كده بإحكام، والنبات كده يقدر يقف كده بإحكام في التربة؟ يا ترى الأوراق ولا الجذور ولا الساق ولا الثمار؟
طبعا هنا اللي كان بيثبت النبات في التربة ما كانتش الأوراق ولا الساق ولا الثمار، طبعا كان الجذور. يبقى تقوم الجذور بتثبيت النبات في التربة، لأن هي تحت سطح التربة هي اللي هتثبت النبات. سؤال آخر، من العوامل التي تساعد في تفتيت الصخور. احنا اتكلمنا عن العوامل اللي كونت التربة او ساعدت على تفتيت الصخور، كانت مين؟ يا ترى الماء ولا الرياح ولا الحرارة ولا كل ما سبق؟ طبعا احنا قلنا ان الماء ساعدت على تفتيت الصخور، والرياح ايضا ساعدت على تفتيت الصخور، وكمان الحرارة عبر مرور السنين وعبر ملايين السنين، طبعا كل ده ادى الى تفتيت الصخور. فالاجابة الصحيحة بتاعتي هتكون رقم 4 وهي كل ما سبق. يبقى الماء والرياح والحرارة كل ما سبق عوامل بتساعد على تفتيت الصخور. سؤال آخر، بيقول لي يكثر الذبال في الطبقة نقط من التربة. احنا خدنا التربة تتكون من عدة طبقات، يا ترى الذبال موجود في الطبقة الصخرية ولا السفلى ولا العليا ولا موجود في جميع الطبقات؟ طبعا هنا الذبال احنا قلنا هو المادة المخصبة أو المادة المسؤولة عن خصوبة التربة، وموجود في الطبقة طبعا العليا. يبقى يكثر الذبال في الطبقة العليا من التربة. سؤال آخر، يتكون القلب من نقط حجرات، يا ترى 4 حجرات، 3 حجرات، حجرتان، 5؟ يتكون القلب من، احنا اتكلمنا قلنا القلب مكون من 4 حجرات، حجرتين علويتين سميناهم الأذينين وحجرتين سفليتين سميناهم البطينين، يبقى كلهم 4 حجرات، يتكون القلب من 4 حجرات. رقم 5 بيقول لي أكثر الأوعية دقة ورقة. أكثر الأوعية دقة ورقة، احنا خدنا ان الأوعية الدموية عبارة عن 3 مكونات أساسية، وهي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. واتكلمنا قلنا الشرايين دي كانت جدارها سميك، أما بالنسبة للأوردة كان جدارها متوسط، أما بالنسبة للشعيرات الدموية كان الجدر بتاعتها دقيقة ورقيقة، طبعا عشان تسمح بمرور الغذاء المهضوم من خلالها، وكمان عشان تسمح بمرور الفضلات إلى أجزاء الإخراج أو أجهزة الإخراج. يبقى هنا أكثر الأوعية دقة ورقة هي الشعيرات الدموية. سؤال آخر، رقم 6، العناصر المعدنية التي تمنع الإصابة بفقر الدم تشمل الحديد، الفضة، النحاس، الكربون. كلمنا وقلنا إن العناصر المعدنية اللي بتمنع الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا كانت بتشمل عنصر طبعا الحديد. سؤال آخر، الجزء السائل من الدم يسمى، الجزء السائل من الدم يسمى، يا ترى الوريد، الأذين، البلازما، البطين. طبعا الوريد مش من مكونات الدم اصلا، ولا الأذين، الأذين موجود داخل القلب، ولا البطين برضو موجود داخل القلب. يبقى طبعا الجزء السائل من الدم بيسمى البلازما، الجزء السائل من الدم يسمى البلازما. سؤال آخر بيقول لي من مكونات الدم المسؤولة عن تجلط الدم. مكونات الدم المسؤولة عن تجلط الدم، يظهر الصفائح الدموية، كرات الدم الحمراء، البلازما، كرات الدم البيضاء. من مكونات الدم المسؤولة عن تجلط الدم أو الجلطة الدموية أو بتوقف نزيف الدم، كلها مصطلحات واحدة، كان المسؤول عنها هي الصفائح الدموية. سؤال 9، جهاز ينقي الدم من البولينة وحمض البوليك. طبعا الجهاز مين؟ جهاز ينقي الدم من البولينة وحمض البوليك. طبعا البولينة وحمض البوليك بتأتي منين؟ من تكسير البروتينات.
طيب مين الجهاز اللي كان مسؤول ان هو ينقي الدم من البولين وحمض البوليات؟ يا ترى الجهاز الهضمي ولا الجهاز البولي ولا الجهاز التنفسي ولا الجهاز الدوري؟ طبعا مش الهضمي خالص، لان الهضمي مسؤول عن هضم الطعام، والتنفسي مسؤول عن عملية الحصول على الطاقة من التنفس، والدوري كان بيوزع الغذاء المهضوم والأكسجين، وكمان بيودي الفضلات والإخراجات إلى أجهزة الإخراج. طيب أمال مين الجهاز اللي كان مسؤول عن تنقية الدم من البولين وحمض البوليق؟ طبعا كان الجهاز البولي، وكان فيه أهم عضو اللي هو الكليتين. يبقى الجهاز الذي ينقي الدم من البولين وحمض البوليق كان طبعا الجهاز البولي. يتخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون عن طريق، طبعا ثاني أكسيد الكربون من المواد الإخراجية، كان بيخرج عن طريق يا ترى الرئتين ولا الجلد ولا الكبد ولا الكليتين؟ طبعا ثاني أكسيد الكربون ناتج عملية التنفس، كان بيخرج عن طريق طبعا الرئتين. يبقى يتخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون عن طريق الرئتين. رقم 11 بتقول لي توجد الغدد العرقية في الكليتين، الرئتين، الجلد، المثانة، البولية. الغدد العرقية لو نفتكر يا ولاد كانت مسؤولة عن إخراج الماء والأملاح الزائدة عن طريق مسام الجلد، يبقى طبعا توجد الغدد العرقية في طبعا الجلد، توجد الغدد العرقية في الجلد. يتم التخلص من البولينة وحمض البوليق عن طريق، يتم التخلص من البولينة وحمض البوليق عن طريق يا ترى الكليتين، الجلد، الكبد، القلب؟ طبعا هنا احنا قلنا ان بيتخلص الجسم من البولينة وحمض البوليق عن طريق، لو قلنا الجهاز هنقول الجهاز البولي. طب هنا مش عايز الجهاز، هنا عايز العضو اللي موجود في الجهاز البولي اللي مسؤول عن التخلص من البولينة وحمض البوليق. طبعا العضو ده اسمه الكليتين، ودول أهم عضو في الجهاز البولي. يبقى يتم التخلص من البولينة وحمض البوليق عن طريق الكليتين. تحتوي كل كلية على حوالي نقط أنبوبة دقيقة، تحتوي كل كلية على حوالي نقط أنبوبة دقيقة. يا ترى على حوالي مليون أنبوبة ولا 1000 ولا 100 ولا مليار؟ تحتوي كل كلية على كام يا ولاد؟ على حوالي مليون أنبوبة دقيقة. تحتوي كل كلية على حوالي مليون أنبوبة دقيقة. بيقول لي التحكم في سرعة السيارة أو إيقافها يتم باستخدام نقط. التحكم في السيارة أو إيقافها يتم باستخدام يا ترى الفرامل ولا الشحوم ولا البنزين ولا رمان البلي؟ طبعا الشحوم والرمان البلي دي وسائل انا بستخدمها عشان اقلل بيها الاحتكاك، اما البنزين هو الوقود اللي بي 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 بيخلي العربيه تبتدي تسير وتمشي على الطريق. طبعا هنا يبقى انا بتحكم في سرعه السياره وايقافها عن طريق الفرامل، ودي اللي بتعتمد في عملها او اليه عملها على طبعا الاحتكاك. يبقى التحكم هنا في سرعة السيارة أو إيقافها هيتم باستخدام طبعاً الفرامل. يتم انتظام حركة السيارة بواسطة، يتم انتظام حركة السيارة بواسطة يا ترى دفع الهواء، الاحتكاك، سخونة الإطار، لا شيء مما سبق. طبعا عشان حركة السيارة تنتظم على الطريق قلنا محتاجة للاحتكاك، يتم انتظام حركة السيارة طبعا بواسطة الاحتكاك. من فوائد الاحتكاك نقط، يا ترى الإمساك بالأشياء، إشعال عود الثقاب، واحد واتنين معا، لا شيء مما سبق. احنا أخذنا من فوائد الاحتكاك الإمساك بالأشياء وكمان إشعال عود الثقاب،
يبقى أنا أقدر هنا أقول الإجابة الصحيحة بتاعتي هي 1 و2 معا. من فوائد الاحتكاك الإمساك بالأشياء وإشعال العود الثقاب، يبقى 1 و2 معا. تعد فرامل السيارة تطبيقا على قوة، تعد فرامل السيارة تطبيقا على قوة، يا ترى الاحتكاك، الحركة، الدفع، السرعة. طبعا هنا فرامل السيارة قلنا بتعتمد على قوة الاحتكاك، يبقى تعد فرامل السيارة تطبيقا على قوة الاحتكاك. الاحتكاك له عدة نقط، يا ترى الاحتكاك ليه عدة فوائد فقط، فوائد وأضرار، أضرار فقط لا شيء مما سبق؟ احنا اتكلمنا ان الاحتكاك له عدة فوائد وليه عدة برضو أضرار، يعني من فوائده احنا قلنا التحكم في سرعة السيارة، الإمساك بالأشياء، إشعال عود الثقاب، ليه فوائد كتيرة قوي في حياتنا، وكمان ليه أضرار إن هي سخونة الأجزاء الداخلية، وطبعا ده بيعمل هدر في الأموال وتلف في الأجزاء الداخلية. يبقى إذا هنا الاحتكاك له عدة فوائد وأضرار. بكده يا ولاد يكون المراجعة، الجزء المراجعة العامة خلص، وهنبدأ مع بعض جزء المراجعة بتاع الجزء العملي. تعالوا مع بعض كده نشوف التجارب العملية بتاعتي اللي ممكن تجيلي في الأسئلة العملية. أول سؤال ممكن تجيلي رسمة القلب، مكونات القلب، رسمة مفرغة ويقول لي 1 2 3. الرسم المقابل يوضح قطاعاً طولياً في القلب، اكتب البيانات على الرسم. تعالوا كده نشوف مع بعض رقم 1 دي بتشير إلى إيه. تعالوا كده يا ولاد ركزوا معايا، رقم 1 دي بتشير إلى، شايفين الجزء ده؟ طبعا الجزء ده اسمه إيه؟ اسمه الصمام اللي كان بيوجد بين كل أذين وبطين، أهو ده الجزء ده اسمه الصمام، الجزء ده اسمه الصمام، يبقى هنا الصمام موجود بين كل أذين وبطين وكان بيعمل على انتقال الدم من الأذين إلى البطين، بعد كده كان بيقفل عشان الدم ما يرجعش تاني للأذين، يبقى رقم 1 دي بتمثل الصمام. طيب رقم 2 بتمثل ايه يا ولاد؟ تعالوا كده نشوف مع بعض، ادي رقم 2، مين دوت؟ اسمه ايه؟ طبعا ده اسمه الشريان الأورطي، الشريان الأورطي. رقم 3، رقم 3 هنا بيشير إلى الجزء الحجرة العلوية دي من القلب بس جهة اليمين، يبقى دي بسميها ايه؟ طبعا بسميها أذين أيمن، أذين أيمن. نيجي رقم 4، رقم 4 هنا هتشير إلى البطين، هنا الجزء مين؟ الجزء الأيسر، يبقى اسمه بطين أيسر، بطين أيسر. أما رقم 5 هنا بتشير إلى فين يا ولاد؟ ركز معايا، بتشير للجزء ده، والجزء ده اسمه إيه؟ ها اللي بيفصل الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر، طبعا هنا ده اسمه جدار، اسمه جدار. بيرجع يسألني ويقول لي ما أهمية رقم 5؟ يعني ما أهمية الجدار؟ إحنا اتفقنا إن الجدار دوت يا ولاد هيمنع اختلاط الدم الموجود بالجانب الأيسر بالدم الموجود بالجانب الأيمن، أو يمنع اختلاط الدم المؤكسج اللي موجود في الجانب الأيسر بالدم الغير مؤكسج اللي موجود في الجانب الأيمن. سؤال آخر بيقول لي انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب، اكتب البيانات على الرسم. الشكل المقابل ده عبارة عن إيه يا ولاد؟ لو نفتكر مع بعض عبارة عن الأوعية الدموية، والأوعية الدموية قسمناها إلى 3 أجزاء، شرايين، أوردة، وشعيرات دموية. طب رقم 1 هنا بيشير لمين؟ 1 دي يا ولاد هيشير لمين؟ ده اسمه إيه؟ طبعا اسمه شريان، يبقى هنا بيشير إلى الشريان. رقم 2، رقم 2 اهي بتشير الى طبعا الوريد، يبقى رقم 2 ده عباره عن وريد. اما رقم 3 هنلاحظ ان هو نهايه للشرايين اهو وبدايه للاورده، وهنلاحظ ان هي جذورها اهي رقيقه ودقيقه، يبقى دي مين؟ رقم 3 دي اقدر اسميها الشعيرات الدمويه.
رقم 3 بسميها شعيرات دموية. بيقول لي ما وظيفة المكون رقم 1؟ رقم 1 دي اللي هي مين؟ اللي هي الشرايين. وظيفة الشرايين ايه يا ولاد؟ كانت بتعمل ايه الشرايين؟ طبعا كانت بتعمل على نقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم. بتعمل على نقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم. سؤال عملي آخر بيقول لي رتب المسار الذي يسلكه البول في الجسم. طبعا الجهاز اللي قدامي دوت كلنا عارفينه، الجهاز البولي. طيب المسار بتاع البول هيمشي ازاي يا ولاد؟ هنلاحظ ان انا عندي هنا هوت الكليتين هي اللي هتقوم بترشيح البول، صح؟ وبعد ما ترشح البول بتبتدي تنقل البول الى مين؟ الى الحالب. الحالب ياخد البول من الكليه ويوصله لمين؟ الى المثانه البوليه، والمثانه هتخزن البول لحين خروجه من مجرى البول. يبقى الترتيب الصحيح اللي الذي يسلكه البول في الجسم هيبقى رقم 1 الكليتين، رقم 1 الكليتين، بعد كده الحالبين، بعد كده المثانه البوليه، بعد كده مجرى البول. يبقى كليتين، حالبين، مثانة بولية، مجرى البول. ده الترتيب الصحيح اللي بيسلكه البول داخل الجسم. سؤال عملي آخر. الشكل، انظر إلى الشكل المقابل وأجب. الشكل يوضح تركيب الجهاز نقط. الجهاز اللي قدامي ده اتفقنا إن هو الجهاز البولي. رقم ب بيقول لي أكمل البيانات على الرسم. رقم 1 هنا بيشير لمين؟ ركز كده معايا، الشكل ده طبعا دوت اسمه ايه؟ اسمه شريان كلوي، الشريان الكلوي. طب رقم 2، تعالوا كده نشوف مع بعض. رقم 2 بيشير الى طبعا دي مين؟ دي الكلية اليمنى. انا عندي كليتين، كلية يسرى وكلية يمنى، يبقى دي رقم 2 بيشير الى الكلية اليمنى. رقم 3 هنا هيشير لمين يا ولاد؟ طبعا الجزء ده اسمه ايه؟ اسمه المثانة البولية، المثانة البولية. سؤال عملي آخر بيقول لي كيف يمكنك قياس عدد ضربات القلب؟ ازاي تقدر تقيس عدد ضربات القلب؟ طبعا احنا قلنا ان في خطوات بعملها. اول حاجة ان انا احط راحة اليد زي الصورة كده يا ولاد على منضدة، وتكون راحة اليد متجهة لأعلى، وبعد كده أضع إصبعين من أصابع يدك الأخرى على الرسخ زي الصورة كده ما إحنا شايفين. حط إصبعين أهو على الرسخ أهي، ويكون في قاعدة الإبهام، تحت قاعدة الإبهام، وهضغط بلطف كده يا ولاد، وهبتدي أستشعر دقات القلب. طيب بعد كده هراقب الساعة بتاعتي وعد نبضات القلب لمدة 10 ثواني. هعد نبضات القلب بتاعتي لمدة 10 ثواني، وبعد كده أسجل الرقم اللي أنا طلع لي من العشر ثواني دول يا ولاد، وبعد كده أضربه في 6. ليه بضربه في 6؟ لأن الدقيقة عبارة عن 60 ثانية، أنا حسبت 10 ثواني بس، فأنا هحسب دلوقتي عدد ضربات القلب في الدقيقة كاملة، يبقى العدد اللي طلع لي في 10 ثواني أبتدي أضربه في كام؟ أضربه في 6. اللي هلاحظه لما أول حاجة هلاحظها يا ولاد إن أنا أشعر بنبضات القلب، أشعر بنبضات القلب، هتحس كده بنبضات القلب عن طريق الإصبعين. طب اللي أنا أقدر أستنتجه إن القلب بيتحرك فبيحدث دقات أو نبضات، وعدد ضربات القلب دي أثناء الراحة، يعني أنت ما بتعملش مجهود قاعد عادي خالص، أثناء الراحة 72 دقة. معنى كده ان انا في العشر ثواني يا ولاد طلع لي مثلا 12 دقة، فلما ضربتهم في الستة طلع لي 72 دقة في الدقيقة، في الدقيقة. يبقى انا كده حسبت عدد ضربات القلب للانسان العادي اللي ما بيعملش مجهود اثناء الراحة طلع 72 دقة. طبعا لو انا عملت نشاط وجريت او ممارس رياضة هيبقى عدد ضربات القلب هنا اسرع او اكتر بكتير. تمام يا ولاد؟ طيب سؤال اخر بيقول لي أمامك ثلاث عينات من الأنواع المختلفة للتربة، تعرف كل منها. يديني الصورة رقم 1 2 3. رقم ألف بيقول لي حدد اسم كل نوع من أنواع التربة الموجودة بالشكل. أنا أقدر من لون التربة اللي قدامي أقدر أقول كل نوع من أنواع التربة. لو بصيت للنوع الأول
العينة الأولى هلاحظ إن هي لونها أسمر أو أسود داكن، وإحنا قلنا التربة اللي لونها أسود كانت اسمها التربة الإيه؟ التربة الطينية. طب العينة رقم 2 هلاحظ إن لونها أصفر طبعا، واللي لونه أصفر كانت التربة مين؟ التربة الرملية. أما بالنسبة لرقم 3 لونها رمادي، يبقى أنا من عن طريق التعرف على لون التربة هبتدي أحدد نوع التربة بتاعتي. التربة الثالثة تربة رمادية اللون، يبقى على طول التربة الصفراء. أنا كده حددت أنواع التربة. رقم ب بيقول لي أي هذه العينات حبيبتها الأكبر حجما والأصغر حجما؟ طيب أول حاجة الأكبر حجم، حجم حبيبات التربة الطينية ولا الرملية ولا الصفراء أكبر؟ طبعا إحنا اتفقنا إن حجم التربة الرملية هي حجم حبيبتها بيكون أكبر، يبقى الأكبر حجما هنا التربة الرملية. طب أصغرهم حجما كان مين يا ولاد؟ طبعا كانت التربة الطينية، يبقى التربة الطينية هي الأصغر حجما. رقم ج بيقول لي نفس السؤال، أي هذه العينات أكثرها تهوية وأقلها تهوية؟ الأكثر تهوية عندي يبقى طبعا اللي حبيباتها كبير عشان تقدر تسمح بمرور الهواء والماء كمان، يبقى أكثر هذه العينات تهوية هيكون طبعا التربة الرملية. طيب الأقل تهوية، طبعا الأقل تهوية هي التربة الشديدة التماسك اللي هي هتكون التربة الطينية، يبقى الأقل تهوية هنا هي التربة الطينية. رقم د بيقول لي ما النباتات التي تناسب زراعتها كل نوع من أنواع التربة؟ ما النباتات التي تناسب زراعتها كل نوع من أنواع التربة؟ يعني عايزين نوع الزراعة المناسبة لكل نوع من الأنواع الثلاثة. أول حاجة التربة رقم 1 اللي هي التربة الطينية. طيب إيه نوع الزراعة المناسبة ليها؟ طبعا قلنا القطن والأرز والقمح. القطن والأرز والقمح. أما بالنسبة للتربة رقم 2 اللي هي التربة الرملية، كان مناسب لزراعتها البطاطس والبطاطا والصبار والفول السوداني. كل دي أنواع مناسبة للتربة الرملية. أما بالنسبة للتربة الصفراء، كان النوع المناسب للزراعة كانت طبعا أشجار الفاكهة. أشجار الفاكهة. سؤال آخر بيقول لي أمامك بخبار به عينة من التربة، اكتب البيانات على الرسم. طبعا اللي قدامنا دي اللي هي مكونات التربة، بيديني رقم 1 فوق، رقم 1 يا ولاد اللي هي أعلى التربة. طبعا احنا قلنا الجزء دوت يا ولاد كان اسمه ايه؟ كان اسمه طبعا الدبال، اللي هو موجود اعلى التربة يبقى هو الدبال. طب رقم 2 اللي هي ادنى حاجة تحت دي يا ولاد، الحاجة اللي تحت خالص خالص دي اللي هي في قاع المخبار، يبقى رقم 2 هنا هيكون مين؟ طبعا الحصى. رقم 3 عندي الطبقة دي، دي سميناها طبقة مين؟ الغريب. وبكده يكون انتهى الجزء العملي بتاعنا وانتهت المراجعة بتاعتنا. أتمنى يكون الدرس سهل وبسيط وقدرتوا تفهموه، وإن شاء الله نلتقي مع بعض في حصة قادمة من حصص العلوم. سلام عليكم.